اليوم حلقتنا غير في سولو ذا ون. ضيوفنا صغار في العمر ولكنهم كبار في الشهرة. أنا أول مرة يكون أقول مقدمة، بس ضيفتي لليوم هي صغيرة في العمر ولكنها نجمة ولها جمهور كبير وعريض، وفيها تناقض، فيها خجل على جرأة. رهف نعنزي، how are you؟ I'm fine. Thank you. البوب كورن، هذا تحبين البوب كورن ها؟ حيل. زين ليش وايد تستحين؟ يعني يمكن استحي أول شيء بعدين تعود. أوكي، أنا وايد مستانس إن أنتي موجودة اليوم. والله أنا مستانس أكثر. أنتي تملكين أخلاق فنانة وفيك خجل وفيك يعني ستايل البنت الكويتية الخجولة. حلو إن البنت تحتفظ بحيائها، لأن إذا ذهب الحياء حل البلاء. نعم نعم. نعم. مشكور. جاهزة؟ أنا عندي وايد أسئلة. لا ما بيش تخافين معي. اعتبريني أخوك. Your friend. أبوك. تخوفني أسئلتك تخوفني. لا 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 ما عليك. شنو اسمك الثلاثي؟ رهف سالم العنزي. والنعم يا رهف. نعم. الوالد سالم العنزي. شنو يشتغل؟ ما يشتغل. متقاعد يعني. شنو كان يشتغل؟ والله ما أدري. إذن أنت شو أخو أخت بالبيت؟ اثنين صبيان وست بنات كلنا يعني. ما شاء الله. أنت أصغر واحدة؟ أوكي تقولين أسماءهم؟ من الأكبر الأصغر؟ إيه. منال. منال شو تشتغل؟ أنا أسئلتي ترى كلها لقاها، فأبي أعرف. بالضبط. إيه أبي أعرف بيئتك شنو يعني، شنو طريقة، شو صرتي شي فنانة؟ منال شو تشتغل؟ لا لا أهلي ما لهم شغل يعني، ما إيه؟ ما لهم شغل بالفن. يعني أوكي. أنا بروحي كذي طلعت. منال شنو؟ لا منال ما لها علاقة بالمواضيع كلها. أوكي منال بعدين؟ بعدين أسرار. إيه. بعدين شهد، طبعًا كلهم مدرسات. أوكي. بعدين؟ بعدين وعد. أوكي. بعدين أنفاد. إيه. بعدين عبد الله وبدر. الله يخليكم حق بعض. شكرًا. إن شاء الله عبد الله وبدر. موافقين تمامًا إن أنتي ممثلة وبالفن ويشجعونك. موافقين. وأساسًا عبد الله يغني ويطلع معاي مرات. أوكي. اثنينهم يغنون. أصواتهم حلوة. أنتوا كلكم أصواتكم حلوة. مو كلنا يعني، إخواني الاثنين وأنا. إيه. وخواتي شيء كم واحدة؟ اثنين يمكن. كم عمرك؟ 13. مواليد كم؟ 2004. 31/8 ولا متى تاريخ عيد ميلادك؟ 8/7. 8/7 صح، برج السرطان. إيه أنا مش في رح تاريخ ثاني. تدرسين في أي مدرسة؟ حكومة. مو مدرسة خاصة يعني. نعم. تتكلمين عربي وانجليش؟ يعني انجليش مو وايد يعني، يمكن افهم بس لا مو اللي وايد. يعني اذا قلت كم لغه تتكلمين؟ عربي. عربي. اوكي. التركي يعني لان اشوف مسلسلات مرات اعرف اقط كم كلمه مثلا. اذا نبي كم كلمه بالتركي؟ يعني شنو تبي اقول لك؟ قولي او غني تركي، تبي تغني اغنيه تركيه؟ شو الكلمات يعني في منهم بدليات خاف يمسكونها علي انه ما تعرف تتكلم. ما حد يدري، مسموح اقولها. شنو انت بتغنين؟ ما ادري. انزين راح اعطيك، احنا مطولين قاعدين، فراح اعطيك بريك عشان بعد شوي نغني. مسك اليوم من انوتا. من انوتا. لان انت الوجه الاعلاني حق انوتا. لانوتا. ايش كثر صار لك معاهم؟ ما صار لي وايد. وش كثر وقعتي وياهم؟ والله ما ادري. مو انا. منو؟ مو بيدي، بيد اختي. انفال. انفال هي تقريبا اللي ماسكه شغلي يعني. اوكي، انفال وايد تحبك. وانا وايد احبها، يعني بدونها يمكن انا اضيع. لا ان شاء الله تبون دائما مع بعض. تفكرين تعتزلين وتبتعدين عن الفن؟ ما ادري بعدين مستقبلا شنو يصير، بس حاليا لا. زين ممكن تحجبين؟ طبعا. بتحجبين؟ متى؟ فكره اكيد، لان يعني كل اهلي متحجبين اكيد. هو عشان اهلك ولا عشان الدين؟ يعني هو شيء اساسي اكيد لازم اتحجب لما اكبر. متى فكره؟ لما اقتنع، عشان مو مثلا اتحجب بعدين يصير فيني انه لا ليش وما شنو قاعد اندم. لما خلاص اقتنع ان انا بتحجب، اتحجب عشان يصير الموضوع اساسي يعني، خلاص يتم معي طول حياتي. انت الحين للحين مو مقتنعه؟ للحين لا، لان الحين اذا لبسته راح افكر اني اوسخه مثلا، او انه افكر انه ليش ورفيجاتي وكذي. الحين لا، حاليا لا. يعني عندكم في البيت الحجاب مو غصب، حرية شخصية؟ لا لا، أمي ما تغصبنا على شيء، ما يغصبونا. إنزين كم عندك عدد المتابعين على إنستغرام؟ إنستغرام تقريباً 1.8 مليون. ما شاء الله. والسناب؟ من 90,000 ل100,000 كذي. حلو. شنو التخصص اللي ودش تتخصصين لما تكبرين أو تشتغلين؟ ما أدري.
لحين ما قررت؟ ما فكرت لا. ومهنة مثلا أو يعني غير الفن والتمثيل شنو حابة تشتغلين؟ فكرة أني أصير أبلة، بس من كلام أبلاتي قاعد يعني قاعد أهون، لأن كل أبلاتي يقولون دربالكم تصيروا مدرسات. لأنها مهنة متعبة. متعبة. تفكرين تدخلين معهد الموسيقى؟ لحين ما فكرت. معنى صوتك قوي. ما أدري لحين ما فكرت. مشكور. منو قدوتك بالحياة؟ بالحياة؟ إيه. ما عندي أحد قدوتي بالحياة، بالتمثيل تقدر تقول شجون قدوتي، بس بالحياة ما يمكن أهلي إن أخذ من طبايعهم تعلم منهم، بس إن واحد قدوتي لا ماكو. زين إيش رأيش بالفاشينيستات؟ إيش فيهم؟ يعني عاجبينك؟ إيه تابعين فاشينيستات؟ ترى أنا ما أدري إن منو أهم الفاشينيستات. إن أوكي أعرفهم بس ما أدري إذا هم صدق فاشينيستات ولا لا. علهم انت فاهمني؟ فاهمك، انت ما تدرين؟ انا اوكي اعرف اساميهم بس ما ادري اذا هم فاشينيستات ولا لا. زين قولي لي انت من اساميهم وانا اقول لك اذا هي فاشينيستا ولا لا. فوز. فوز الفهد، تابعين فوز الفهد؟ اي اعرفها. إيه شفت حلقتها معك بعد. بعد شبدي. اعرف بيبي فاشينيستا. بيبي عبد المحسن؟ اي. اعرف يمكن ايش اسمها؟ دانا طويرش. دانا طويرش صح. اي. زوري. زوري بس يعني ما اعرف. تعرفين عبودكا؟ اي اعرفه. يعقوب بوشهري. تعرفينهم؟ حلو. انت ممكن في يوم من الايام تكونين بلوجر وفاشينيستا ولا لا؟ شو الفرق؟ الفرق ان انت تصيرين متخصصه فقط في ان انت تسوين ميك اب توتوريال واعلانات ودعايات وما تمثلين ولا لا يبا لا لا انا اساسي تمثيل وغنى اهدهم. لا لو اهلك شو وقالوا رهف ما نبيك تمثلين او تغنين حتسمعين كلامهم؟ اسمع كلام بس هذا شيء انت تحبينه. اوكي شو انا احبه بس اهلي قالوا لي يعني خلاص. زين وين شخصيتك؟ شلون يعني؟ يعني هذه يعني مهنتك؟ انه يعني افرض نفسي عليهم؟ مستحيل. انت ايه تسوين اللي انت تبينه؟ لا مستحيل. نو واي. لا اهلي شلون اهلي؟ انا قاعد اعيشك. لا انا اخرب الناس صح؟ لا زين زين ما يخترب. اوكي. إجابة ذكية. يقولوا لي الكلام. إنزين كم مصروفك اليومي؟ حق المدرسة؟ يعني ما أدري كل يوم غير على حسب. وأنا أوريدي ما أكل المدرسة وايد يعني ما أكل المدرسة. تريق وما أكل المدرسة. إنزين بصراحة الحين أهلك يصرفون عليك ولا أنتي معتمدة على نفسك مادياً بما أن أنتي قاعدة تحصلين على أجور؟ إذا شو يعني؟ أوكي إذا أنا محتاجة يصرفون علي عادي، بس إن إذا عندي لا ما أطلب. خلاص انت الحين عندك معتمده يعني على نفسك. اي اذا عندي اعتمد على نفسي، بس اذا احتاج عادي يصرفون علي. زين وتعطين حق اخوانك واخواتك؟ اول شيء اسويه لما استلم على طول تعطينهم. الله يحفظك ان شاء الله ويزيدك. صار عندك فلوس وايد؟ اي الحمد لله. يعني الفن يطلع فلوس؟ يطلع. والاعلانات؟ يطلع. تسوين كم اعلان بالشهر؟ ما ادري مو وايد يعني اسوي. إذن تشترين مكياج؟ لا ما عندك مكياج؟ مع أخواتي. أساس أنا ما أحط وايد عشان أشتري. إذن ممكن تسوين عملية تجميل في يوم من الأيام؟ ما أعتقد. No way. ما أعتقد. ما تحبين؟ لا ما أعتقد يعني ما أحس إني محتاجة شيء عشان أسوي. مو حين مسوينها هبة يعني إنه لا لازم؟ إنه لازم حتى لو هي حلوة ما تلاحظين هالشيء، حتى لو هي حلوة تسوي تجميل. إذا محتاجة خد سوي، بس إذا مو محتاجة ليش؟ ما أدري. شنو أكثر هبة هبيتي فيها؟ من أي ناحية؟ لبس مثلاً، ستايل. لبس؟ إيه. يمكن قبل كم سنة هبيت بالفيونكات. إيه. عرفتهم الكبار. إيه. بلوتس جوجو أتوقع. إيه هذين هبيت فيهم، هبيت باللي كانوا يلبسون هني. إيه. هبيت فيهم بعد. إذا شنو أكثر طبيب تزورينه؟ ما أدري يمكن ما أدري ما أروح طبيب وايد، يمكن طبيب أسناني أكثر شيء. أوكي شلون توصفين نفسك بخمس كلمات؟ ما أدري أنت وصفني. أنت جميلة عفوية بريئة خجولة نجمة صح كذي؟ أوكي أنا أوصف نفسي. إيه. حساسة وايد مو شوية. إيه. بس هذا اللي أقدر أقوله ما أدري شنو بعد. حلو إحنا مكملين. زين. ورح نوريك فيديوهات ورح نقول رأيك بهاي الأشياء. أوكي. وايد تحبين البوب كورن صح؟ صح. أخذي بوب كورن.
البوكالترا هي بتي يا جماعه معاها نايب لها بافك وما ادري شنو هالاشياء. نجمة الصغيرة رهف العنزي للحين معنا بسولو ذا ون ذا ون اند اونلي. رهف رهف منو يعجبونك من بنات جيلك يعني اللي نفس العمر؟ كلهم. بس اكثر واحدة تشي تحسن لها مستقبل؟ ما ادري ان ما ادري كلهم كلهم ان شاء الله يتوفقون بحياتهم. ما ادري يعني مثلا حلا الترك دائما يقارنونك مع حلا الترك صح؟ يمكن ما ادري عشان نفس العمر. إذا أنت ما فكرت تشاركين ببرامج الهوات؟ شنو يعني؟ يعني Arabs Got Talent, The Voice كلش. إذا أنا فكرت تسوين ألبوم غنائي؟ إن شاء الله ليش لا؟ ما أدري شو يصير بعدين. أغاني سينجل؟ هم إن شاء الله ما أدري إن شاء الله. لا ما عندك خطة. بس الحين الحين لا. الحين بس تمثيل. لا بس عندي يعني بسوي فيديو كليبات أوكي بس إنه يكون على عمري بس إنه سينجل لا الحين يعني ما فكرت. اوكي هل بنشوف مجموعه من الفيديوهات سواء الفيديوهات هذه خاصه فيك او اشخاص اخرين ونشوف تعليقك. اوكي ار يو ريدي؟ لا تقول لا بس تصيرين ريدي قولي لي. يلا استنى. اوكي يلا خلينا نشوف. اجوا ثانك يو حق كل اللي دخلوا اللايف. احبكم وايد والله العظيم كان احلى لايف سويته. ضحكنا الضحك. الحين اقول لكم شو سويت. أول شيء سويت مقلب جنوي. جنوي ما مشيت عليها لأن جنوي تقول إن أنا أحبك وايد وأدري إن أنا ما راح أقول عنك كلام ما أدري شنو فأنا ما صدقت إن تدري إن هي مو قايلة شيء فهمته. بعدين دقيت على شوشو قلت لها شوشو شنو هذا الفيديو اللي منزلته أنت بسرعة روح أشوفه يمكن أنت منزلته بالغلط ما شنو. وقالت تقول أي فيديو شنو في أي فيديو. سدته أبوي راح أشوف السناب وما شنو. بعدين دقيت ونقول أي فيديو ما في فيديو. قلت لها الناس كلها قاعدة تسولف عنك بالإنستغرام وما شنو. والله العظيم تسوي مقلب تسوي المقالب. إذا في ملاحظة وايد تستخدمين هالفلتر. إيش معنى؟ حبة اللي هو فلتر. فلتر شنو؟ فلتر يعني مع ان دائما البنات يستخدمون طوق الورد او او فلتر الكونتور. رهفي علقون على تعليقات سلبيه الناس يكون في سب يسبونك. شنو ردت فعلك في مره زعلتي بكيتي انهرتي؟ اكيد اكيد. شوف اي كلام ينقال عني اكيد راح يضايقني. الحين انا مثلا قاعد اعرض او ولا قاعد اسوي شيء انا ما ضريتهم بالاخير انا ما ضريتهم يقولوا لي شيء ضايقني ويون عند الشيء اللي صدي ضايق يعني. فأنا أضايق مرات. شنو الشيء اللي ضايقك؟ ما أدري يعني مثلا إذا علقوا على شيء مو بيدي مثلا شيء يعني الله سواني كذي. أما مرات يعلقون مثلا على وجهي مثلا على شكلي أنا أتنرفز. بس يعني أنت عارفة أن هذا ممكن يكون نتيجة غيرة. إيه طبعًا. عشان أنت كيوت وناعمة وحلوة ما شاء الله عليك. فأنت ليش تضايقين؟ المفروض تكون واثقة من موهبتك من اللي الله عطاك إياه من براءة وحب الناس. الحمد لله. المليون ثمانمائة ألف. يعني في مرة رفعتي قضية؟ لا لا. ولا أفكر ليش يعني ليش أعطي مثلًا أنت ما تدري من وراء هالتلفون يجيك ياهل هالطول قاعد يكتب صح؟ فأنا ليش أورط أهله مساكين يعني؟ بس علشان يعني يتأدب ويتعاقب. أوكي بس ما أدري يعني أحس الأهل ما لهم شغل بالنهاية. هو ما أثر فيني أقدر أسوي ديليت وخلاص أمسح الكومنت وخلاص. أوكي برافو هل على هالفكرة. زين أكثر كلمة يكتبونها لتش أو انتقاد شنو؟ طبعا يعني مخلصين من سامجة أكيد مخلصين سامجة. أكيد يقولون سامجة. الزاحفة؟ لا انا يقولوا لي زاحف مع ان انا تصدق اني احب الكلام السعودي يعني استانس لما يكتبون سامجة احس كيوت سامجة يعني يعني حتى احس مسبتهم كيوت سامجة. هو منو اكثر ناس تسبك اي فئه؟ شلون يعني من الكويت من الخليج من الوطن العربي؟ ما ادري ما لاحظت يعني والله ما لاحظت. يلا شوف الفيديو اللي بعده. ميوزيكلي
والهبة اللي هبوا فيها الناس وانت البنية العربية الوحيدة انت وجاني. قولي لنا السالفة توجاش بشنو؟ ما ادري انا دشيت الميوزيكلي كان اشوف انه حاطي لي تاج فوق ان الميوزيكلي نفسهم متوجيني. على اي اساس؟ ما ادري هم على اي اساس يتوجون. متابعين؟ يمكن المتابعين يمكن تفاعل ما ادري بس انهم متوجيني. اوكي تحبين هالبرنامج؟ وايد. الحين تستخدمينه؟ انت من ساعة لابسة ستايل ليلى والذيب؟ اوكي فهمتها. ومنو البنات اللي معاك؟ عرفنا ريتاج العلي. الثانيين رفيجاتي. مو بالوسط؟ لا 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 رفيجاتي. ما تواجهين ساعات مشكلة ان رفيجاتك يقولون لا تصورين احنا اهلنا ما يرضون؟ طحتي بمواقف كذي؟ لا بس هي اذا ما تبي تصور ما تيجي يعني ما تقول لي انه خلينا نصور. هي اوريدي اول شيء تكون راضية انه يلا رهف خلينا نصور كذي نصور عادي. إذا ما صار إن مثلا صورتي مع واحدة من البنات وهي قالت لك أمها مسحي الفيديو مسحي مثلاً. لا لأن أنا قبل لا أصور أكون متأكدة إن هم أوكي عادي عندهم. أوكي نشوف بعد الفيديو اللي وراه. يلا خلينا نشوف لحن الفيديوهات. أوكي ها لحن تمام. يلا نبي ناخذ رأيك. واي أحبها. واحد جاف الواحد الأبو من أم سافرنا هلا مسافر لحاله هو على اوتي مسافر لحاله هنا ماما شو بدك احنا واي بكره بيرجع بالسلامة بيجي عند الغرار خلص بدي احمد انت زبده انت قاعدين هون يعني عشان تسولف كيوت تحبين هالبنت احبها انزين ايش رايك بظاهرة تصوير الناس لابنائهم الاطفال يعني في قوانين في دول الغرب والأجانب في إنه ما يصير يعني ولي الأمر يصور ولده أو بنته فأنت هي ما عاد تشوفين إن هذا شيء مزعج ولا شيء عادي وكل أحد له حق إنه يصور عياله. لا مو مزعج إذا هي الأم نفسها مصورة فهي موافقة يعني عادي كيفها كيفها في بنتها إيه كيفها هي مسؤولة عن بنتها ما حد له شغل فيهم. إيه يعني ضد إن أنت القانون اللي يمنع تصوير الأطفال ما أدري. في قانون قاعد يستحدثونه حتى في بعض الدول العربية يجرم الأولياء الأمور اللي يصورون أبنائهم أو أطفالهم إن أنت قاعد تخلينه يصير مشهور غصبا عليه إنه مو اختيار البنت. أوكي هم إيش دراهم إنه مو اختيار البنت إنه عشان إذا كان ياهل يعني. أوكي بس هي راضية هو ياهل. أوكي ياهل عادي هي راضية. فأنت بالنسبة لك إتس أوكي. إيه عادي. أوكي خلينا نشوف الفيديو اللي وراه. أنا بس قاعد ألعب. يا الله. أحبه. ويها حلو وشوربة وكدور أنا حبيت عين العروس. يا الله أنا أحب ويها حلو. ما تحسين إن اليهال قاعد يتكلمون أكبر من عمرهم؟ ما أدري بس أبوي وايد كيوت أحبها أحبها. غلا اسمها غلا الجسمي. إي أعرفها. إي بس ما تحسين كلامها اكبر من عمرها؟ في فيديو ثاني بعد خلينا نشوفه حق غلا. تعرفين هذا مال البرنسس؟ لا شايفه مال ريحه الميك اب. ايش انت بتمثلين في التلفزيون؟ يا عمي احمد انا ابغى اصير برنسس. برنسس؟ انا ما حد يكلمني وانا برنسس. ما حد يكلم البرنسس. عن كيف يعني؟ منو اللي كلمك يعني؟ كلهم يقولون ماذا الحلوة واي الحلوة الكبيرة صغيرة كبيرة شلون؟ توب أول مرة تشوفين هذا الفيديو شايفته بس إنه ناسيته يعني. إذا ما تحسون إن أنتوا الأطفال اللي ابتديتوا في الوسط الفني مظلومين؟ مو مظلومين مظلومين على شنو؟ يعني تعرفين في امريكا او في حتى في مصر لما البنت عندهم تنجم من وهي صغيره شنو الامتيازات اللي تحصل عليها؟ انتم تحصلون على نفس هذه الامتيازات؟ يمكن احنا ما عندنا وايد بس يعني الحمد لله زين لان احنا ديرتنا يعني ما عندنا. اوكي هم برا عندهم انه اذا يعني مثلا مصر ينجمون الياهل. اوكي وايد بنشوف فيديو اخر فيديو بشوف رايك فيه. أوكي. اللي هي الملقبة بأم رموش. أوه خلينا نشوفها. ايش رايك فيها؟ ايش
رأيي فيها؟ عادي بنت صغيرة صح اللي هي تسوي؟ من أي ناحية صح؟ هي ترى ما قاعد تسوي شيء غلط. أنتي مع اللي هي قاعد تسوي تشوفين إن هي ما قاعد تسوي شيء غلط؟ أوكي هم الكل قاعد يعلق يمكن على مكياجها إنها قاعد تطلع بشكل أكبر من عمرها بس أهلها راضين يعني هم كيفها؟ حرة هي. أنا يعني الكلام اللي نقال في إنه نسبة الفاشينيستات قاعد يظهر جيل من الأطفال يتعامل ويتصرف كالكبار ميك اب رموش وتتكلم هي وتسوي توتوريال وفي كم فاشينيستا هاجمتها وفي كم شخصية كانت معاها. شفت أنا مو معاها ولا ضدها يمكن هي اللي قاعد تسوي غلط صدق إنها قاعد تطلع أكبر من عمرها بوايد بس هم هي عندها شيء موهبة. هي تحس ان هذا شيء موهبه ان هي تحط مكياج فكيفها يعني انا ما احس ان احنا اللي شغل فيها. اوكي نروح الفيديو اللي وراه. بتاعت اختي عيوش ويه 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 اوكي شيء بريئه صغيره يعني وايد صار ضجه على موضوعها والفيديو انتشر بطريقه كبيره صح عاجبك اللي يعني التوجه عيوش هم اصلا ما ادري على شنو انتشر فجاه انتشر اوكي زين اخر فيديو هو فيديو ممكن يزعل يعني شوي بس انا ابي اعرف هم انت رايك او تقييمك لهذا الفيديو رهف ليش انت بالسوق ها شلون طالبه بس عم بشحد ما انا نحن لما كنا صغار عم يعلمونا وروحوا اشحد نحن مين علمنا نحن كوريين اكثرين نحن طيب بس انه ليه بدك تشحدي وانت عمرك 20 عم يعلمك الزرع تحسستي صح لما تشوفين اطفال كذي يعني مظلومين وفقراء ويقتلون في سوريا وغيره شنو تقييمك شنو رايك رايي انا ليش قاعد يصير كذي بهؤلاء الاطفال ما ادري والله ما ادري ليش قاعد يصير كذي بس هي قاعد تقول ان هم قاعد يعلمونها يعني هم معلمينها من وهي صغيره ان هي تجي تسوي شنو راح تسمعينا بالختام رهف نقابل ناس نفر ناس ومشية الحياة دي حال الدنيا بيتغير ما بين الثانية والتانية أنا عمل إيه وده جارح وده مجروح وده عايش على الماضي وأحوالنا دي بتحير ولو نرضى تحللنا أنا عمل إيه ومين الدنيا دي ماله ما حدش ضامن العيال يا بخت اللي رد بحاله وفرق بين حلال وحرام سؤاله يجب طرفنا من يوم سيبنها واخدن ايه مادام سيبنها سيبن انا اتضايق ونزعلني الله الله عليك يا رهف صوت رائع الله يحفظك ومن اجمل الاصوات تذكرت انك كنت بقول لك ان انت صارت سنتين مطالعه بلقاء ايه على تلفزيون واليوم من حسن حظنا ان انت معنا ثانك يو سو ماتش وايد استانست مشكور لا انا كثر ما قدرت حاولت اني اكون لطيف شكرا حسيت انك الطف شكرا عفوا الله يحفظك ومتفوقه على فكره يا جماعه الحمد لله هاش بفك ابي بوب كورن بوب كورن اوكي انا اكل بفك باكل شوكليت